اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام، مرحبا بالجميع في قناة غشة الشاف لطيفة. قبل ما ندوزو لوصفة اليوم واللي هي خبز يديرو الكبير والصغير، ديرو البنت والام والراجل، شي عاون شي. اليوم خبز بلادليك ساهل بسيط، نديروه لوليداتنا ونعطيو لوليداتنا ما ياكل. شعار خبز اليوم: نوض صوب خبزك بيدك. لكن قبل ما ندوزو نشوفو الوصفه، خوتي خواتاتي، حميو راسكم وبقاو في داركم، ما تخرجوش، استجبوا وسمعوا الاوامر السلطات، بقاو في داركم باش ما يتفشاش وما ينتشرش المرض بزاف. بقاو في داركم باش تحميو راسكم وتحميو وليداتكم وتحميو رجالاتكم وتحميو عيالاتكم وتحميو جيرانكم. بقاو في داركم وما تخرجوش غير الضروره القصوى. بقاو في داركم باش ما يتزادش العدد تاع الناس اللي صابهم هذا الوباء. بقاو في داركم باش ما تجيناش موجه كبيره في السبيطارات تاعنا تاع الناس اللي يتصابوا لا قدر الله بهذا الوباء. نتمنى الصحة للجميع. بقاو في داركم، راه الطاقة الاستيعابية تاع السبيطارات قليلة وقليلة حقيقة. يمكننا نتغلبوا على هذا المرض، لكن إذا كانوا الناس كتار مراد به، ما يمكنش الأطباء وما يمكنش الطاقم الطبي من ممرضين من أعوان، ما يمكنش يستعبوا الأعداد الهائلة تاع الناس المصابة بالمرض أو المصابة بالوباء. بقاو في داركم خوتي خواتاتي، سمعوا الأوامر السلطات، ما تخرجوش ما تخرجوش ما تخرجوش. ما فينا ما نشوفوا خوتنا خواتاتنا جدادنا، الناس كبار الناس صغار، تيموتوا قدامنا وما نقدوش حتى نحتضنوهم، ما نقدوش حتى نودعوهم، ما نقدوش حتى نديوهم للقبر تاعهم. بقاو في داركم، الله يرحم الوالدين، بقاو في داركم واستجبوا الأوامر السلطات، بقاو في داركم وما تخرجوش. ندوزو نشوفوا وصفة الخبز اللي يمكن كل واحد ينوض يديرها باش يعطيها للوليدات تاعو. هذا الخبز اللي غادي نديرو ان شاء الله بلادليك، واللي يمكن يديرها الكبير والصغير، الراجل والمراه. غادي نديرو معلقه كبيره تاع خميره الخبز، معلقه كبيره تاع السكر، واللي بغى يدير العسل يديرو، واللي بغى يستغنى عليه يستغنى على السكر. نزيدو شويه تاع الماء على هذه المقادير، نخلطو شويه في الجهد اللي نذوبو الخميره باش تدخل لنا التفاعل، وهذاك السكر راه دفناه باش تفاعل لنا الخميره مزيان. فالسكر ماده قياسيه للخميره باش تفيقها دغيا وتفاعل. ولما درناش معليش، راه غير الخبز تاعنا غادي يزيد شويه تاع الوقت فالتخمار تاع صافي. غير تندوبو السكر بحال هكا كيف شفتوا معايا. هاد الفقاعات راه الخميره فاقت وبدات تعطي الغاز تاعها وتفاعلت ليه. ما غاديش نستعملوا اليوم الميزان، ميزان تاعنا اي عبار خديتو، الكاس ولا سلافه ولا شي غريف صغير اللي بغيتو، غير هو غادي تعبروا به. غادي نديرو زلافه تاع طحين كامل بالنخاله تاعتو، واللي بغى القياس هاد الزلافه راه تعبر 250 غرام. نزيدو زلافه اخرى تاع نفس الطحين، القمح الكامل بالنخاله تاعتو، ونزيدو زلافه تاع الطحين الابيض. اللي بغى يعوضها طحين الفينو يدير الفينو. درنا 3 تاع زلايف، كل زلافه فيها 250 غرام، اذا درنا كيلو الا ربع تاع الطحين. تنزيدو الملح حسب الذوق، تنزيدو حتى الزرارع وماشي ضروريين. انا هنا عندي زريعة الكتان، الزجلان والحبه السوداء. غادي نديرو كلشي في خطره، ناخذ الماء دافي ونخلطه. نزيدو واحد جوج معلقات تاع زيت المائده او زيت الزيتون،
الزيت تيخلي الخبز يصبر معنا رطب مدة طويلة. شتو ما تندلكو ما والو، غادي غير نبلو حبيبات تاع الطحين بالماء صافي. هذا هو قوام العجين، كيف شفتوا معايا ما دلكتوش ما والو، غير بللت مزيان الطحين تاعي بالماء وغادي نسد عليه ونخليه يخمر ويتضاعف. عمليه يمكن يديرها كل واحد فينا. صافي غادي نسد عليه كي بحال هكا وغادي نخليه يخمر. ايوا هانتوما البنات الاولاد العيالات الرجال، ما دلكناش العجين تاعنا، ها هو خمر رائع. ما كملاش 20 دقيقه غادي ناخذ واحد الصينيه بحال هكذا نرشوها بالطحين مزيان، ناخذ العجين تاعنا بحال هكذا. شفتوا كيفاش خامر مزيان، نجيو نحطوه هكذا. حنا تنتكلم مع الاولاد اللي ساكنين بوحدهم، بقاو الباتيسري ساد، هانتوما تعجنو خبيز بوحدكم. غادي نجيو نديرو بحال هكا، دابا غادي نجيبو اللاطا تاعنا. انا غطيتها هنا واحد السيليكون ولا ورق الطبخ اللي بغيتو، ونبدا نقطع بحال هكا خبيزات، نهزها بحال هكا وبحال هكا، نجي نحطها هنا. هانتوما شي ضروري نديروه دائري على حسب المساحة اللي حنا عندنا. هاد النوع تاع الخبز ما تيحتاجش كاع نخليوه يخمر، ها هو بدا تيطلع في الوقت اللي كنت نشكل فيه. غادي نثقبو مباشره وندخلو يطيب. الفران شعل على 240 الفوق والتحت، غادي ندخلو في الرف التحتاني. وهكذا البنات، هكذا الاولاد، هكذا العيالات، هكذا الرجال، هكذا خوتي خواتاتي. اليوم درنا خبيز رائع سهل بسيط بلاد ليك، ينوض كل واحد يدير الخبيز تاعو يعطيه الوليدات تاعو. الوليدات ما تيعرفوا غير ما بغيت الخبز، با بغيت الخبز. اذا نوضوا ديروا خبيز لوليداتكم، ها هو اليوم ساهل بسيط بلاد ليك وغزال وتيشهي، تيصبر في الثلاجه تيصبر في المجمد ولا اروع. هانتوما خوتي، هانتوما خواتاتي، ولا اروع في الشكل تاعو غزال وتيشهي. وهانتوما الفراغات تدل على انه بحال لا دلكناه باليد او دلكناه بالروبو، غزال وكيف شفتوا معايا ما مدلوكش.
فإلا عجبتكم الوصفة جربوها، وإلا عجبتكم الوصفة نوضوا ديروها لوليداتكم، وإلا عجبتكم الوصفة عاونوا عيالاتكم وصوبوها ليكم وهانتوما معاهم في الدار حتى يدوز هذا الوقت اللي هو وقت الحجر الصحي. مرة أخرى خوتي خواتاتي، ما تخرجوش، بقاو في الديور تاعكم، ما تخرجوش وليداتكم، بقاو مع وليداتكم، حميو راسكم، حميو وليداتكم. ما فينا ما يتزاد العدد تاع المصابون بالوباء، ما فينا ما تجي واحد الموجة كبيرة على السبيطارات تاعنا. عاونوا الطاقم الطبي، عاونوا السلطات اللي كيف تشوفوا معايا صاهرين على الناس تدخل الديور تاعها والبيوت تاعها باش تحمي راسها. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.